مرحبا بكم في الجزء الثاني الخاص بالحوار مع سي سعيد الناصري اللي هو حوار شيق. ما كنفهمش اش غادي نبيع، واش غادي نبيع انا شي حاجه شريتها؟ واش غادي نبيع انا؟ واش غادي نشري كلوب وينات؟ واش خديتو لراسي؟ خديتو الوداد اللي من غنبيعو؟ واش غادي نبيع دابا انا للناس اللي تقولوا راه كيقول في اطار شركه اسهم؟ راه شركه للتسيير ماشي للبيع. شو قال جاوبنا على النقطه الجمهور العام، علاش كيكون فيها التاخير بالنسبه انا هذا الجمع العام؟ راه ماشي مساله، راه مساله الزاميه علينا حنايا عندنا باش نتلاقاو مع المنخرطين ديالنا ونقولوا لهم ها كيفاش سيرنا وها بكل شفافيه ووضوح. حنا راه ماشي غادي نجيو نقولوا لهم لا، راه الامور جد واضحه، راه حيت كنجيو وغنديروا الجمع العام وحنا كنقولوا هذا الجمع العام كيف نقلنا هذا السنه الماضيه نعاودوا ندخلوا هذه السنه وغادي يكون جد شفاف للجميع. مؤخرا ظهر واحد اللاعب مالي كان معكم سيسوكو، هذا واحد الحادث دابا كاين مقال بانه يقول بانه تعرض للتزوير. جاب لنا واحد الشخص ثلاثه اللاعبين اللي هو سيسوكو ديارا وسيسي، هاد ثلاثه اللاعبين وهذا السيد هذا الشخص اللي جابوه منين راه مازال على قيد الحياه. الا مشيتي سولتيه قلتي لي شكون اللي خلص هذا اللاعب اللي خلص لانه جابهم من جوج ديال النوادي، الا سولتيه هو شخصيا ربما انه ما تيتفاهمش معايا يقول لك شكون اللي خلص.